السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن وانت شغال على الريفت عايز تعدل الفي في، هتعمل حاجة وبعد كده عايز ترجعها زي ما هي، فممكن تيجي هنا في خاصية جميلة جدا بتخليك تعمل temporary view properties. يعني لما هتدوس عليها هتقول له enable، تمام، وهتعمل تعديل بقى اللي انت عايزه، في في مثلا، مثلا عايز تخفي مثلا الفلور مثلا، وعايز تخفي مثلا الفرنتشر، وعايز تغير الالوان، وعايز تلغي الفلاتر زي ما انت عايز، ماشي. وبعد كده عدلنا احنا مثلا بعض التعديلات، مثلا السكشن دوت عدلناه هنا، والسكشن ده عدلنا فيه هنا، عملنا بعض التعديلات، وبعد كده عايزين نرجع الفيو زي ما كان. هتلاقي الفيو رجع زي ما كان، لكن الحاجات اللي انت عدلتها سواء رسمت حاجة لغيت حاجة، التعديل اللي انت عملته حصل فعلا، لكن الحاجات الخاصة بالفيو مثلا السكيل، الحاجات الخاصة بالديتيل ليفل، الحاجات دي كلها كانت حاجة مؤقتة واتلغت. فالخاصية دي جميلة جدا، temporary view properties، تقدر ان انت تعملها enable و disable.